ديس كمبيوتر. اوكي، مبين هاي عندي ولا لا؟ بعدها ليش بعتها؟ نيو شير. طيب هاي السلايد ولا لا؟ بعد على الديجنتري هسه بينا. اوكي، انا هون في عندي كونفيوجن ماتريكس بالمثال. اوكي، قبل هذا كان الاكتوال بريدكشن معكوسات، فهي هون انا فعليا في عندي الاكتوال، بس خليني انا اشوف بس انا اصير اعرف اكتب هون الاكتوال داتا، ما بعرف اذا شفناها. في عندي البريدكتد داتا، اوكي هاي الاكتوال بريدكتد. لو جينا السيستم اعطانا الكونفيوجن ماتريكس، الكونفيوجن ماتريكس اول شغله الاكتوال، في عندي كات وفي عندي دوك وفي عندي هورس، اللي هي اوكي this is the actual. كم من كلاس عندي؟ ثلاث ثلاث، والبريدكشن عندي ثلاث. اوكي، لو واحد حكى لك الداتا كلها على بعضها، what is the number of instances او السامبلز، قديش فيها على بعض؟ تسعة ثلاثة مع واحد أربعة، وثلاثة ثلاثة لا ليش تسعة، ثلاث أربعة سبعة ثمانية عشرة، صح؟ بعد كلهم قديش؟ إذا أكون أنا عشرة مخربط عشرة. الأكيورسي للموديل كله قديه؟ ثمانية كيف طلعتها؟ من خلال الوتر بتاخذ الدياجونال، ثلاث وثلاث واثنين قديش صاروا؟ ثمانية ثمانية، كلهم على بعض ثمانية، ومع واحد مع واحد شو صاروا؟ ثمانية على عشرة. واضحة؟ فقديش الأكيورسي للسيستم أعطاني إنها عشرة، ماشي؟ أنا عندي سؤال، أعطاني إذا متذكر أو طلعوا على الشاشة على اليمين توب، في عندي بريسيجن للكات والدوغ والهورس. طب شو بيفرقوا عن بعض هذول؟ شوفوا البريسيجن دائما اتذكر اللي هي بناء على البريدكتد فاليو، البي من البريدكتد. فانا عندي بريدكتد، بدي اروح على البريدكتد، اوكي اللي هو خلينا نحكي هاي الكات. اوكي، سؤالي كات اللي هو خلينا نحكي الكولوم الاولاني، قديش اتوقع كات صح من كل الكاتس اللي اتوقعهم هون، قديش هذا الكولوم فيه؟ ثلاث كله ثلاث، والتوقع صح قديش؟ كمان ثلاث ثلاث من ثلاث، فقديش طلعت النتيجة؟ واحد واحد. طيب البريدكشن دوغ، كم من دوغ عمل البريدكشن؟ واحد من خمسة لا دقيقة، كم من الكلهم كله هذا بريدكشن دوغ كلهم مع بعض هذولا، واحد وثلاث وخمسة قديش عفوا آسف، واحد وثلاث وواحد قديش؟ خمسة. هذا معناته هو اتوقع 5 دوجز، الدوج اكتشوال مع بريدكتد هون، كم من واحد توقعه صح؟ ثلاث ثلاثة من خمسة، فقديش طلعت؟ ستة بوينت بالعشرة، سكس ستة بالعشرة. هسا السلايد اللي شرحناه ترى أول مرة هون، شوفوا الاكتشوال كانت فيرتيكالي ماشي، هون صارت هوريزنتال، فما تحفظ حفظ. وضحت؟ طب انا هون اللي بريدكتد البريدكشن هورس، كم من هورس، كم من واحد اتوقع على انه هورس؟ اثنين اثنين. كم من واحد اتوقعه صح؟ اثنين كمان اثنين اثنين من اثنين، فقديش طلعت البريسيجن؟ واحد واحد. فالبريدكشن منها بطلع البريسيجن، يعني ذا بريسيجن اوف بريدكشن. وضحت الفكرة؟ طيب الموضوع الثاني اللي هي، او هي مش موضوع ثاني، المترك الثاني اللي هو، خلينا اغير اللون، المترك الثاني اللي هو الريكول. اوكي، الريكول حتى احسبه بروح على الاكتوال فاليوز، الاكتوال بروح على الكات، كم من كات عندي اصلا اكتوال؟ أربعة كم من واحد توقعت كات صح؟ ثلاثة ثلاثة ثلاث من الأربعة، فشو ثلاث من الأربعة شو يعني؟ خمسة خمسة وسبعين. وسبعين طيب الـ actual dogs قديه؟ ثلاثة وكم من واحد توقعته صح؟ برضه ثلاثة
قديش طلعت الريكول؟ واحد. واحد. طيب اكتشوال هورس كم من هورس عندي؟ ثلاث. ثلاث. كم من واحد توقعته صح؟ اثنين. اثنين من ثلاث اللي 67. واضحة؟ فالبريسيجن ريكول منهم بطلع الاف 1 سكور. فانا كل كلاس سواء كانت كات ولا دوغ ولا هورس، سواء كان ممكن تكون زي هنا دوغ اند نوت دوغ، في عندي تو كلاسز طلعت البريسيجن لكل وحده والريكول لكل وحده والاف 1 لكل وحده. هنا لانه خلينا نقول مثال من ثلاثه من ثلاث كلاسز يعني بيجي اوضح. فور ايتش كلاس بنطلع البريسيجن والريكول والاف 1 والاف 1 بس. الاكيورسي كم من مره بنطلعها؟ مره واحده للموديل كلياته. واضحه؟ واضحه ولا لا؟ واضحه دكتور، بس شو هاي الماكرو افريج والويتد افريج؟ هي هي الاكيورسي بناء على توقعها، اتركنا منها ما طيب شرحت. طيب اوكي والسبورت العشرة، والسبورت العشرة هاي العشرة هذول قديش اللي استخدمتهم انا هون؟ كات كات شو قلنا هون؟ كم من كات عندي؟ أربعة عندي أربعة. ماشي. كم من دوغ؟ ثلاث. هاي الكات لو تطلع الأصلية الكات أصلا عندي أربعة والدوغ عندي ثلاث والهورس الأصلا يعني عندي ثلاث، فالأربعة ثلاث ثلاث. أوكي اللي هي جهة الاكشوال مش جهة يس. البريدكشن. ما أنت فعليا انت قاعد بتقيس بناء على الاكشوال، الاكشوال هو الاصل عندك. المسج اللي بدي احكيها من هاي الشغله، انا كنت شارح لكم هون البريسيجن والريكول اوكي، بس كان هون تركيز يعني مش تركيزنا، اخذنا حاله واحده للبوزيتيف يعني لهاي الكلاس. وين الماوس؟ هاي الكلاس رحنا لقينا البريسيجن والريكول اوكي. طب يا اخي هاي الكلاس النيجاتيف، الكلاس الثاني انا ممكن اطلع له البريسيجن والريكون نفس الاشي. واضحة ولا لا؟ بالملخص اذا عندي واضحة. كونفيوجن ماتريكس بشوف كم من كلاس عندي، اذا كانوا اثنين او ثلاث احتمال يكون اربعة كلاسز ما في مشكلة. كل كلاس بقدر اطلع له البريسيجن والريكول والاف 1 سكور، وبالاخير الكونفيوجن ماتريس كلها على بعضها بطلع لها الاكيورسي اللي هي للهاي. واضحه؟ واضحة دكتور، يعني أنت تطلب منا نوجد لك البريسيشن والريكويل والاف 1 سكور.